عندك عقدة أو مش أنت، أنت أو زملائك عندكم خلق، عندكم عقدة مهند؟ عقدة مهند؟ لأنه اللي صار له لمهند العالم العربي يعني ما صار لفنان عربي. طبعا ده يعني ما فيش حد عمل الضجة بتاعت مهند دي، بس برضو ده اللي كنا بنتكلم عليه اللي هو الكرسي ده. مهند طلع قاعد على الكرسي ده فترة، صح؟ صح. لكن النهاردة مش مهند زي ما كان نوره مهند اللي كان مكسر الدنيا، يعني أنا شايف كده. لكن في ناس قاعدوا على الكرسي ده وفضلوا عليه وهيفضلوا عليه. بتعتقد انه موجه كانت مهند ومرت عبرت خلصت؟ انت متهيألي يعني. انت عندك مثلا، مع احترامي طبعا، في واحد طلع قاعد على الكرسي ده لحد النهارده قاعد عليه ومش هينزل. نعم. استاذ عادل امام.